اما قلت في الفيسبوك كان ما كنذكرش بالاشارات. بزاف ديال الناس في التواصل ديالي في الفيسبوك وقلتها اكثر من مره يحملون داك الشيء اللي كنكتب اكثر مما تحتاج. انا انسان حاولت ما امكن، كاين واحد الصفحه رسميه نخرج، ونعبر كشخص على امور، وهذا هو الاهميه ديال العالم الافتراضي، هو ان شخص واحد كيعيش خمسه المواقف في ساعه واحده، لانها ماشي مواقف رسميه. بل حنا عندنا في المغرب اللي مزيان اكثر من هذا الشيء، كنهضروا على 18 مليون في الفيسبوك، راه يلاه 5 6 مليون. كل واحد من المغاربه عنده 4 لي كونت، واحد سميتو فاطمه، واحد خديجه، واحد احمد، واحد كذا، وهو تماك، وهو تماك شوف كيعيش بربعه ديال الحسابات، جاب الله ديال الفيسبوك ماشي ديال البنكه، كيعيش بربعه ديال الحسابات، بخمسه ديال الحسابات. هنا متدين، هنا ضد الدين، هنا مسيحي، هنا علماني، هو واحد، هو واحد. إذن ما نحملوش الأشياء. أنا بشر، مواطن مغربي عادي ملح مودم، كنت وصلت تماك ما فيه لا إشارات، ما فيه لا هذه، ما فيه حتى حاجة.